التفاؤل بهذا العرس والاستخارة بكتاب الله العزيز جاءت خيرا وبركة، حتى إن المراصد والأفلاك في الجاهلية تؤكد ذلك. إنهما حفلان في يوم واحد. عبد الله النصراني يأخذ بيد راحلة ويرفع بخطواته من الظل إلى الشمس، لكن هل نطق بها يا زيد؟ نعم، وعلى ثلاثة أشكال: أولا كما يناجي ربه الكريم، ثانيا بشكل يسمعه الخواص في وحدته، وثالثا بشكل يسمعه أناس مجتمعون في ميدان ما. يسأل عن الحسين بن علي أفضل البشر ولا يعرفه أحد. إنه رجل كوفي جاء إلى هنا، وقد عبر الواحات كلها وقطع الطريق في ثلاثة أيام. يقول إن أهل الكوفة قطعوا رأس مسلم بن عقيل ورفعوه فوق الرمال ووضعوه عند دار الولاية في هذا الشهر الحرام. لنذهب يا عبد الله، فهم ينتظروننا. هل مسلم من الكافرين أو السراق أو الملحدين؟ كلا، إنه من المؤمنين ومن خيرتهم، أمين ورسول إمامنا الحسين بن علي. هل هذه خصاله؟ أجل، ولا أعلم السبب. لقد تضرع الكوفيون كي يبلغ الحسين بن علي الكوفة ويجعل منها دارا للإيمان، وكان ابن عمه مسلم رسوله وأمينه إليهم. وماذا تعرف عن الحسين بن علي؟ إن راحل تقتدي به، هذا هو أول ما عرفته عنه. لقد رأيته ذات مرة مع أسرى نصارى، كان يطلب لهم شفاعة عيسى المسيح عليه السلام كي لا يقلقوا وفك عنهم الأغلال. وما زلت أتذكره حين قال: لقد جئنا لفك القيود والأغلال وتحرير البشرية. أحد القادة المشاركين في الحرب استهزأ بكلامه فناداه الحسين بن علي صارخا: نحن جئنا لمحاربة الظلم لا أن نكون من الظالمين. لقد قالوا عنه الكثير، إذن لماذا لا يقتدون بهذا الرجل؟ بيعت المدامة، قلت في نفسي ليت الخبر لم يكن صحيحا أبدا. إنهم يقتربون. أين السيف؟ أين السيف؟ أين السيف؟ إنني أشم من إسلامه رائحة عطرة، ومن إسلامك أنت أشم رائحة الغرور والجهل. أسلمنا منذ 60 سنة. ترى ما هذه المفاخرة بإيمانك؟
إن كنت قد حملته عن أبائك، فإنه قد صنع هذا الكنز بجهده. أحسنت، لقد جاءوا. دع أشراف العرب يلوموني، هل صحيح إقامة حفل العرس بالهم والغم؟ لنا ضيوف، ألا ينبغي استقبالهم؟ إن السيف الثمين هذا يقدمه زيد هدية لصهره عبد الله. إن هذه الناقة يقدمها عبد الله هدية إلى أبيه زيد. تقبل هذا الجواد المغربي هدية ثمينة من عروسك راحلة. وأنا أيضاً جئت إليها بهذين القرطين، وإن قام أحد بنقلهما إليها مع التحيات فسوف أشكره مدى الحياة. تقبل مني حنان الأبوة وعون الأخوة. وأنا أيضاً ابنكم الصغير. ما شاء الله. تفضل. الحمد لله. شكرا لكم. بالتوفيق. بسم الله ما شاء الله. اهلا وسهلا. الحمد. تفضل. شكرا. يا اهلا. تفضلوا جميعا. تفضلوا اهلا. مبارك. نتمنى لكم التوفيق. الحمد لله. مبارك. 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 ما شاء الله. مبارك لك. لقد طلب يد راحلة 37 مرة، وكان ردي عليه كما كان في كل مرة كلا، ولكنه في المرة الأخيرة لم يترك مكانه، وكأنه لم يكن قادرا على ذلك. وفي الحقيقة لقد جلبت انتباهي دمعة ترقرقت في عين راحلة، فأيقنت أن الأمر قد انتهى وليس ذلك بجديد. وقلت في نفسي، لو أن الله قد أدخل قلبها حبه فمن أنا حتى أخالف مشيئته. وهذا قرط ثمين هدية من ابن أيوب، يرجو منك قبوله.
بارك الله فيك، سوف تقبله راحلة. تفضل تفضل. أحسن 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 أحسن، بارك الله فيك. شكرا. لا أبقاني الله إن كان صدقا. لعن الله الكذاب، من ذا الذي يصدق؟ ولربما موت يصفونه بالقتل. لقد كان قتلا وليس موتا. ارتشفوا الشراب، اروه ظمأكم، وتناولوا التين والزيتون الذي يقسم الله به في كتابه. متى حدث القتل؟ ماذا؟ القتل الذي يقتل؟ إنني أشك في ذلك، بيرق دام حجته. يا له من رسول منافق وكذاب، فنحن قد واجهنا أخيرا أناسا كثيرين وخصوصا على هذه الشاكلة. أجل، إنه خبر مفتعل، إذ كيف لأحد يعم الجماعة اليوم وبعد ساعة يرفع رأسه على الرماح؟ إن عيناي تشهدان وكذلك أذناي أنهم أوفدوا رسلا كثيرين يطلبونه كمنقذ ومخلص لهم، وقد بعثوا برسائل عديدة تحكي كلها عن ظلم الطغاة في الكوفة، مطالبين إياه بالعودة لتطبيق السنة النبوية الشريفة فيها. كيف يمكن لهم أن يتركوا سبيل ضيفهم للأعداء؟ إن العقل لا يقبل ذلك. ألا من ناصر ينصر؟ هل كان هذا الرحيل لابد منه؟ ما
الذي يمنع الكوفيين من قتل الحسين بن علي كما فعلوا بمسلم؟ أجل، فالحسين بن علي وحرمه هم في طريقهم إلى الكوفة. من أي بادية؟ من أي طريق؟ ترى من أي طريق أخذهم هذا الدليل؟ ألا من ناصر ينصر؟ ما الكلام الذي أسمعه؟ يا ولدي، لم يتكلم أحد مطلقاً. للموت في الكوفة ثمن بخس. أجل، للموت في الكوفة ثمن بخس. كيف يمكن إخباره بالأمر؟ ما أن يبلغ الكوفة حتى يخبر بهذا الأمر. ليته يعود من منتصف الطريق، إذ ليس له أعوان يثأرون لمسلم. لا، ما كان عليه الرحيل. كانت الكوفة بحاجة إلى قائد، ومن أفضل من الحسين بن علي؟ ألا تليق به القيادة؟ أعلم بجرح اللسان يا هذا. ليعفو الله عن المذنبين، أي جرح هذا؟ هناك بين الملحدين من يدعي أن سفره ما جاء للحق وإنما طلبا للسلطة. خاسئ، ألا لعنة الله عليهم؟ أولم يكن له مقام رفيع عند الله؟ ألا من ناصر المنصور؟ سوف نخبرهم بكل ما سمعنا، لكن أليس هناك من أحد أحق من الحسين؟ أنا أقول بلى، لما لا يذهب يا ترى لاستعادة هذا الحق؟ كيف لجاهل أن يعلم الآخرين؟ وأنت يا مرحب من قبيلة بني تائب، كيف لك أن تقول هذا الكلام وأنت تجهله؟ كيف؟ إن كان الحسين قد ذهب فلربما ذهب في أمر خطير. أوليس الحكم في الكوفة أمرا خطيرا؟ أخطر منه هو العدل ونهي الأمويين عن المنكر. أجل، البعض يرى هذا الأمر سببا للرحيل، والبعض الآخر يرى عكس ذلك، والله أعلم وليس نحن. ومن نكون نحن حتى نعرف ذلك؟ إذا كانوا قد خانوا الحسين وقتلوا رسوله، فما الذي يمنعهم من قتله هو أيضا؟ الطريق إلى الكوفة يستغرق 3 أيام مع توفير ما يكفي من الزاد. ما هذه الظنون؟ قتل الحسين بن علي؟ من من المسلمين يفعل مثل هذا العمل الشنيع؟ ألا من ناصر المنصور؟ من أنت؟ هيا أعد ذلك مرة أخرى. أما كان منكم من طلب عونا؟ سمعت أحدا يطلب النصرة. من طلب النصرة؟ لم يطلب أحد ذلك، لربما سمعته من الخارج. أو لعل الضجيج قد أوهم. هل هناك من صوت لم نسمعه نحن؟ إنه لم يبايع، والذي لا يبايع فهو مدع لا غير. أشهد الله أنه كان منكم من طلب العون، لكن نحن لا نفهم ما تقول. من غيره يعلم بالأمر؟ أتعني أننا صم لا نسمع؟ Thank you.
لقد جاء المأذون. إلى أين يا عبد الله؟ قط فارسا كهذا. حانوته مقفل. لن يبقى حيا أبدا، وسيدفع ثمن وقاحته هذه بدمه. من أين الطريق إلى الكوفة؟ كوكب الجوزاء، أرني نفسك. قل لي يا كوكب الجد أين أنت؟ أرني نفسك وإلا سأدركه متأخرا.
صبرا أيها الجواد، لقد بلغنا المياه. شم رائحتها. حسنا، من أين؟ قف مكانك، انتزع منه سيفه. أنتم السراق لا تعرفون الليل من النهار. أسمعت إنه ينعتنا بالسراق؟ ولم قطعتم علي الطريق؟ ألست بسارق؟ أنا في طريقي إلى الكوفة وأبحث عن الماء. إن كنت صادقا. أنا صادق. هات برهانك. بل أنت هات برهانك. هيا. أليس هذا هو الشهر الذي حرم فيه القتال؟ نحن في العراء وقد ضاقت علينا الأيام. ترى ما هذا اليوم وما هذه الليلة؟ إن الذي انقضى كان التاسع وغدا سيكون العاشر من محرم، وهي ليلة كان علي فيها النظر إلى عروسي في شهر حرم فيه سفك الدماء. اجلس. الناقة عطشة، اسقها. إن قوتنا هو لبنها. قل لي يا هذا، لما تركت عروسك؟ لتقطع رجلاي إن كنت تاركا إياها، فراحل معطرة كالمسك، فلو مرت في البادية يشم منها عطر بلاد فارس. إذن هناك أمر ما أفقدك صوابك. هناك سؤال أريد جوابه، يجب أن أعرف الجواب. ما هذا الذي تراه مهما؟ ولما هذه العجلة يا ترى؟ إنني أبحث عن الحسين بن علي. جوابك يعرفه هو؟ يعرفه حتما. إذن أنت تبحث عن الحقيقة في هذه الليلة الظلماء. قد لا أراه أبدا إن لم أرحل الآن. لقد رأيته قبل 10 أيام، وكنت حينها في البادية في مكان يدعى رباط. بينك وبينه 7 ليال إن سافرت ليلا وارتحت نهارا تحت ظلال النخيل. هو ومن رافقه باتوا هناك وكانوا يقصدون الكوفة. لقد أعطيته قدحا من اللبن. قدحا من اللبن؟ أجل. ثم دعا لي بالخير ولناقتي. هل وعدك بشيء ما؟ كما يعد الذين يتخذون من الكوفة موطنا لهم؟ بعد أن صلى بنا قلت له إن الظلم والجور ما زال قائما، فابتسم بمرارة
ثم وادعني وداعا غريبا كالذي لا رجعة له أبدا. الجواد جاهز. دلني على الطريق إلى الكوفة. كيف أدلك على طريق تمحوه الرمال بلحظة؟ أترى ذلك النجم؟ ليكن أمامك دوما. خذ. إن رأيت الحسين بن علي هذا قل له إن اللبن قد ازداد عند النوق. رغم أنه حرمني من النوم لكننا تحدثنا قليلا، ما أعظمه. ماذا تعرف عن أطر رياحين فارس؟ انهض يا ملعون، انهض أيها الخائن، انهض. قم فقد دنا أجلك. من أنتم؟ أهذا زمان يعبث فيه المرء بمقدرات أطهر فتيات العرب ويهرب بعيدا عن الثأر؟ أين هم رجال العرب الغيارة؟ أنت أيها الخائن، هل هذا هو رد الجميل الذي وهبك إياه زيد؟ انهض لنعد. عليك أن تكون عبرة. سنلقنك درسا أمام الملأ لن ينساه من يتجاهل مقدرات المؤمنين. كيف أيقنت أن من يسيء إلى راحلة سينجو؟ عما تتحدثون؟ ومن هو المسيء؟ بتركك حفل الزواج قد أسأت إليها، ألا تعي ذلك؟ وهناك حديث تتناقله الألسن في القبيلة عما رأيته من راحلة بنت زيد. في القبيلة كلها عند جميع العرب. لقد أسأت إلى المسلمين وأسأت إليها، سنجازيك بحد السيف. انهض وعد معنا. لن أستطيع العودة أبدا، أنا ما جئت بنفسي حتى أعود بنفسي. لقد أقسمنا ألا نعود إلا معك أو مع رأسك، إما أن تعود معنا أو خذ ودافع عن نفسك. خذ. لا أرفع يدي بوجه إخوتي راحلة. اشهر سيفك وقاتل، اشهر سيفك. أتشهر سيفك؟ لقد أقسمنا إنك ستعود أو تموت في معركة شرف. هيا ابدأ، اشهر سيفك. سأجبرك على ذلك، اشهر سيفك. ألسنا في شهر محرم الذي حرم فيه القتال؟ القتال لمن هتكت حرمه حلال.
لن أرفع يدي على أعزائي أبدا. إنك رجل جبان، أضف هذه الصفة إلى صفاتك الأخرى الذميمة. لقد عملت يتيما منذ الصغر في الأحجار وفي الطاحون، إذن لن أخشى شجاعتكم. وليست هذه أول معركة لي، وما كنت بعيدا عن السيف يوما أبدا. لا ترغموني على أن أشهر هذا السيف في وجوهكم. أقسم الآن بحياتي، لو شهرت سيفي لن أبقي أحدا منكم حيا. أفضل أن يكون السيف في قلبي لا في قلوبكم، إذ لو أنني أردت قطرة دم واحدة منكم حرام علي خشية أن أحرم لقاء راحي. اسمعوا، أفضل القتل على أن أحرم لقاء راحي. إذن أجبنا بما يشفي غليلنا كي نستطيع رفع رؤوسنا بين القبائل العربية التي تسخر منا، حيث لا نقدر الآن على النظر في وجه العدو والصديق. ألست أنت الذي خطبتها 37 مرة وعدت إليها رغم سماعك الرفض من أبيها؟ والله ما كان أحد غيري، وكنت أعود إليها لو سمعت الرفض 1000 مرة. وإن بنيتم سدا هدمته، لو غلقتم الأبواب لدخلت عليكم من السقف. ليس لحياتي أي ثمن. أقسم بالله خالق السماوات والأرض، أحب راحلة أكثر من حياتي. راحلة؟ قل لي يا عبد الله، ما الذي دعاك إلى أن تهجرني هكذا؟ أم ترى هل هو قدري أن تهجرني أنت بعد رحيل أمي؟ ما هو ذنبي حتى قطعتني؟ قل لي، لما هجرتني؟ أقسم بآية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ما رأيت منك غير المحبة التي حرمتها طوالا. أنزل الله بي كل ما تعانيه، ومتعني بطول بقائك. ما كنت مختارا في مجيئي هذا، وها أنا ماض إلى قدر. تكلم يا عبد الله، قل إلى أين أنت ذاهب؟ يطرق سمعي نداء من صوب الكوفة لا يسمعه سواي. يا راحلة، إن مقتداي في إسلامي هو الحسين بن علي كما أخبرتني به، وسمعت في الحفر أنهم يتحدثون عن حسين آخر محب للدنيا، وخشيت أن أتأخر فلا أراه ولا أعثر بالتالي على الحقيقة وأقضي حياتي كلها في ندم على تجاهلي للحق والحقيقة. أسمعتما؟ إنه في شك. دعه يتكلم. لقد سمعت في الحفل صوتا يطلب ناصرا، وما أن أمعنت النظر جيدا حتى أيقنت أني أسمعه وحدي. كان الصوت يقول: ألا من ناصر ينصرني؟ فنهضت فورا. ما هذه الأراجيف يا ترى؟ اهدأ، إنه الصوت نفسه الذي دعاني في ذلك المنام، أنا وأسود الحداد وآخرين، ما عرفتهما، وبقيت في شك من ذلك الصوت، ولكن أسود الحداد سبقني في الوصول إلى حقيقة الحسين. يا أيها اللعين، ما تقوله كذب وليس حلاً لمشكلة راحلة. دعه يا طاهر، إن مشكلتي لا تحل هنا. هيا دعه يكمل طريقه يا طاهر. وأنت لا تملك قربة ماء ولا دينارا تشتري به خبزا،
اذهب يا عبد الله، ولكن ليس خالي اليدين. خذ. وهذا رغيف من الخبز. اذهب يا عبد الله، إن كنت قد نديت فلبي. اذهب ولا تتأخر. اذهب واكشف عن الحقيقة وعد متيقنا أو منكرا. راحلة أختاه، كيف تعودين الآن إلى القبيلة؟ مرفوعة الرأس. عليك أن تعلم أين أنت الآن. ما هذه إلا أوثان قد اندثرت. أوثان الجاهلية وقد اندثرت، ولا يمر عابر سبيل من هنا إلا ورماها بحجر. كان آبائي خدم المعابد، وأنا أتحمل اليوم خطاياهم. في أيام عزها كانت تنثر بالذهب والفضة، واليوم ترمى بالحجر. إنني أعبد رباً كائناً في السماوات. ليتني أعلم ما قال الحسين بن علي في حقها. كيف أرمي الأوثان الميتة بالحجر بينما الأوثان الحية تعيش على الأرض؟ ماذا تنتظر أيها الجواد؟ أما سمعت ما قال؟
كانت وجهتك الكوفة فاسلك دروبا قفراء. هذا الامتحان بحقي. لما وضعت في طريق هذا أناسا مساكين إن هبيت لنجدتهم؟ تخلفت عنك وإن تجاهلتهم كنت والله من الجبناء. لنذهب يا جوادي. اجمع الغنائم وسأعود إليك. من غنم منه شيئا فهو له. Thank you.
تمهل. قل لنا أين نحن الآن في هذه الصحراء؟ أين نحن الآن؟ أين يمكن العثور على الحسين بن علي وأنصاره؟ أنت محب؟ أجل كن مسرورا، فنحن دعينا إلى حرب الحسين بن علي. حرب؟ نعم إنها الحرب يا رجل، فمنذ 4 أيام وليال وهم يرتبون صفوفهم بشكل جيد للتوجه إلى ساحة الوغى. لقد تهنا، قل لنا أين هو، ألا تعلم؟ إن كنت تعلمه فتكلم لكي نقسم الغنائم. لست عارفا بالطريق الصحيح. يخفيه عنا. إلى أي الجيوش تنتمي؟ إلى جيوشنا؟ أم إلى أعدائنا؟ إنني تائه في الصحراء وليس أمامي مجال للبقاء هنا. تمهل، إن هذا الرجل يثير شكوكي. من أي قبيلة أنت؟ من بني كل. هل أنت نصراني؟ إنني أؤمن برب المسيح ومحمد. لم يقتل المسيحيون المسيح، فكيف الآن يقتل المسلمون إمامهم؟ ارموه بالنبال. كلا، أريده حياً. هاتوا به حياً. احفروا الأرض وادفنوه حتى الرأس كي يتعذب حتى الموت. ماذا لك؟ أنهوا النزاع فورا. بنو خائف يعطونه الحق. اخشوا سيوفنا عندما تشهر يا بني خائف، فبنو خائف قد رأوا الكثير من بطولات بني جبير. اخشوا سيوفنا. ليبعد الله الخوف من بني خائف. أما نحن يا قوم فقد كنا ببطولاتنا قد أظلمنا النهار بوجه بني جبير، فتركنا فيكم أنين الأطفال وأهات الأرامل بعد حملاتنا المرعبة عليكم، فاخشوا أنتم سيوفنا يا بني جبير. من منكم يرد على أرشوسة بني خائف؟ ماذا تقول عن شرفها قبيلة يضرب المثل بها؟ أي مرحلة من الفخر هذه ونحن لم نبلغها؟ هل سمعتم يوما يا ترى بواقعة تهزم فيها قبيلة بني جبير؟
اسمعوا يا قوم، والله لم يهزموا طالما هم في صف الحق وأصحابه. ويزيد بني خائف شرفاً أنهم لم يخشوا أحداً سوى الله سبحانه وتعالى. جاءوا بملعون كان حديثه فيكم أحد من السيف. أحد من السيف هو كلام الحق، رد عليه وأثبت أن ما قاله ليس حقا. هذا هو ردي عليه، السيف. إنها الحرب إذن. أكثر غبنا أمام الله. لا تبقى هنا، اذهب. أنت تحدده، ما معنى هذا؟ أهو امتحان؟ ما معنى ذلك؟ اللعنة علي إن خطوت نحوك. هل هناك صحراء أتعس من هذه؟ وعراء أسوأ من هذا؟ حتى إنني لا أملك خنجراً أدافع به عن نفسي. أليس من حقي أن أكون أحد ضيوفك الراقدين عندك؟ هل ظننتني أخدع بهذا السراب؟ والله لا يهمني ذلك أبداً.
إنني الآن ماض إليك. إن كنت قد طلبتني حقا فاقترب مني الآن. لقد قلت له لا تذهب إلى الكوفة، لا تذهب، فقد مات الوفاء فيها. قلت له حذاري لك من الكوفة، ففيها شش رأس أبيك أمير المؤمنين علي، وقد دسوا في طعام أخيك السم القاتل. سيدي، إن الذين قالوا نحن حماتك ومواليك ودعوك لقيادتهم، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ أما وصل الحسين بن علي الكوفة بعد؟ لم لا تعلم شيئا؟ إنه لم يدخل الكوفة لأن الطريق قد قطعها الطغاة. كم يوما يستغرق الطريق؟ إنه قريب منك كثيرا أيها الرجل، لقد نزل أرضا تسمى كربلاء. منذ 3 أيام والجيوش تصل تباعا، ويبدو لك أنها لن تنتهي أبدا. انظر إلى وجوهنا وتذكر أناساً عادوا من منتصف الطريق. كان لابد من الموت، لابد منه. لا جدوى في الحرب، إنه لم يبايع. لقد قطعوا عنه الماء، لقد قطعوا عنه الماء. بالله عليك أخبرني الآن بما جرى. بني، أطلب ناصراً؟ ألا من ناصر ينصرني؟ نحن قبلنا بالماء والملح، أجل لقد قبلنا بالماء والملح. مسح جبينه وقال لكل منكم زوجة وأولاد ولم تودعوهم، أو أب وأم، أو مال لم تسلموه، أو قرض لم تسددوه. أرجو ألا يمنعكم حضوري عن الرحيل، فهذا فرض علي وليس على غيري سوى المنقطعين عن الدنيا. كلكم أحرار إذ رفعت عنكم البيعة. أغمض عينيه واكتسى بالعباءة واختفى كي لا يرى أحدا، وكاد الخجل يقتلني، وطلبت الموت 1000 مرة. لم أكن أوفياء لا. كانوا 62 شخصا ما عدا المقربين. ما أقصى قلبي، لما عدت إنني أتألم. سألوه هل أنت بكافر؟ مرة قالوا إنها حرب غير عادلة، حرب لا جدوى منها. بايع وصن حياتك وعليك بالتقية، اختر مكانا وعش فيه. إنه لن يبايع، ليس هناك مجال للعودة. إذن اسمها كربلاء. أيها
هل تزودونني بالماء؟ أدفع أي ثمن؟ أنا ظمآن، ألا تنصفونني؟ لم نقطع الماء على أحد، فخذ ما تريد. من يريد ماء عليه أن يستخرجه من البئر بنفسه. يا راحلة، اسقيه جرعة من الماء. أين هو الطريق إلى كربلاء؟ لم تجبني على سؤالي. من قال لك إن لي سؤالا من الحسين بن علي؟ قبل أن ترحل، حدد لهذا الجواد ثمنا. إنه أحسن جواد رأيته. أجل، لقد طالبنا بأحسن الجهاد. ماذا؟ قبل 7 أيام كان الحسين بن علي واقفا في مكانه. وهذه الصخرة وطئتها قدمه. وهذا المكان صلت فيه زينب. وهذا الوتد ربط به ذو الجنه. وبهذه سقى العباس أطفال الحسين ومن معه. كانت وصية بليغة. وماذا قال فيها؟ ما رأيت رأسا على الرماح إلا ورؤوس كثيرة تحت قدميه. الطغاة يتربعون على عروشهم ويفسرون كتاب الله بما يخدم مصالحهم، والذين يرتدون رداء الزهد يمزقون ثياب الزاهدين، والذين يضعون العمامة على رؤوسهم يقطعون رؤوس المؤمنين، والذين يمنعون الماء عن الناس يسقونهم من حد السيف. لا والله، ما هذا الذي أوصينا به؟ إنهم يعدون جيشا من الطامعين، ويبنون جدارا من الغرور، ويشيدون قصور الجور، وخزائنهم تطلب المزيد ولا تكتفي أبدا أبدا. إذن كان هنا؟ أجل، كان هنا، وعندما حان الوداع قال لنا: إن شاباً سيبحث عني بعد 7 أيام، أسقوه وروا ظمأه وزودوه بجواد. أقال هذا؟ إنه سينزل علينا ضيفاً، وسأرحب به من أعلى مكان أنا فيه. إذن هو يعلم ذلك. نحن نقترب من الظهر، إنني لا أرى شمساً أخرى. كم أدفع ثمن الجواد؟ لقد دفع ثمنه مسبقاً. Thank you.
يا من ناديتني، دلني على الطريق. هل الحسين بن علي هنا؟ تكلم، هل أسير في الطريق الصحيح؟ هيا تكلم. سيد العطاشة هناك، وإن رأيت أحدا من بني مصعب أرجوك أن تخبره بأنني قد هربت كي لا أقطع عنه الماء. لقد رأيت الكوفيين يرمون بالسهام كل من حاول الهروب. كيف ذهبت إلى كربلاء ولم تحارب فيها؟ لا أحد يستطيع الفرار. أخبرونا بأنه جاء طلبا للسلطة، فكيف رأيته؟ كان يحمل راية كبيرة ويقول إن الشهادة كرامة لنا. لقد قطعوه إربا إربا ورفعوا رأسه على الرماح. اللعنة عليهم، لقد أحرقوا خيامه وسلبوه كل شيء. قتلوه عطشانا. أأنت من العطاشة أم من الفارين؟ ليس محاربا، دعه يذهب. لقد تأخرت وليس لك حصة من الغنائم. Thank you.
تبدي اللحاق، فما هدف دعوتي؟ أيها الشاب، وانقل مصيبتنا. عبد الله، هو
لقد بلغ مكانة لم يبلغها أحد. إن إسلامي كله منبعه الحسين بن علي. أين ذهب؟ ماذا رأيت؟ أخبرني يا عبد الله. كيف رأيت الحقيقة هناك؟ رأيت الحقيقة مكبلة بالسلاسل، رأيت الحقيقة مقطعة إربا إربا على التراب. لقد رأيتها فوق رؤوس الرماح. نعم،